اليوم عنا سيارة كتير حلوة على بلاتو أوتو فوكس. بتعرفوا انه اوريدي كنا عم نشوف كل سيارات ميتسوبيشي كل اسبوع، اليوم رح نكون عم نشوف ميتسوبيشي لانسر جي تي، سيارة كتير حلوة. رح نعطيكم بريف هيستوري عنها. بسنة 1973 شركة ميتسوبيشي طلقت اللانسر، وسيارة من اكثر المبيع بالعالم، وخصوصا اكيد لشركة ميتسوبيشي اليابانية، يلي اكيد هالسيارة مع 6 ملايين كوبي وورلد وايد من سنة 73 لحديت هلا، بيهمهم اكيد انه دائما يحافظوا على اللكجري اللي بقلبه، وكمان على سبورتس لوك وعلى الاجريسيف لوك يلي خلتها تبيع لفتره كثير طويله وبطريقه كثير كبيره. بسنة 2013 نحن عم نشوف السياره زيرو مايل كار، سياره كثير حلوه من ناحيه انه بال 2008 صار لها فيس ليفت كثير مهم، وهالفيس ليفت خلاها تضلها تكون سياره معاصره وشكلها كثير حلو. وبنفس الوقت انا اللي وقت اشوفها طرقات لسياره اللانسر الجي تي بلاقيها سياره كثير اجريسيف باللوك تبعها. وخلينا نوقف هون ونشوف شكلها الامامي مع اكيد الهيد لايتس، يلي دائما اشخاص بيسالوني شو قصدك باجريسيف وقت تكون عم تحكي عن سيارات اجريسيف لوك تبعها. اذا بتخيلوا سياره مع وجه من قدام، هون عم نشوف الاجريسيف هيد لايتس يلي يكونوا موجودين فيها، كمان ادد اوبشنز كثير حلوين انا بلاقيهم، الجريل يلي موجود هون، وكمان الفوج لايتس تحتني. هلا عم نشوفها سياره باللون الابيض، ولكن اكيد فيكم وقت تزوروا الشوروم، هلا بقول لكم وين الشورومز بلبنان كله، فيكم اكيد تنقوا السياره باللون بدكم اياه وبالمزايا اللي بدكم اياهم. هلا اللانسر جي تي بتجي يمكن تحت الايفو او الايفولوشن بسموها، السياره اللي هي فينا نقول فلاج شيب تبع ميتسوبيشي، وسياره سريعه كثير، ولكن جي تي كمان كثير مهمه لانه بنفس الوقت اتس فاميلي كار، اربع ابواب او بيبان بسموها، وبنفس الوقت كمان اتس ان اجريسيف كار مع موتور 2.0 و155 حصان، يعني عم نقول عن قوه كثير مهمه لسياره فينا نعتبرها سيدان وسيتي كار، فيكم اكيد تعملوا اللي بدكم اياه فيها. رح اعزمكم حتى تكونوا عم تكفوا معي التور تبع هالسياره لداخلها، ونقول لكم انه فيها 18 انش الجنوطه تبعها، اي بي اس اي بي دي سيستم، هدول اكيد كلهم انظمه حتى تكون السياره ثابته على الارض، مع اكيد التراكشن كنترول. والشيء الحلو بقلبها فيها كثير مزايا، وهالمزايا اكيد رح اعزمكم تتشوفوها. اول شيء قعدت فيها للسياره قبل كنت عم شوفها من جوا، الكابن تبعها كثير مريح، يعني المطرح وين بيقعد الشوفير والباسنجر والاشخاص ورا كثير مريحين. بنفس الوقت في بادل شيفتنج لاوتوماتيك ترانزميشن يلي هو 6 سبيد اوتوماتيك ترانزميشن، غيرها فيها سي دي يو اس بي بورت، وكمان تاتش سكرين كثير مهم جربته قبل كان ات واز فيري ايزي تو يوز. كمان من فوق في سان روف، السيتس بيجوا بلاك فابريك، وكمان فيهم جيومتريك برنت، كيلس انتري المفتاح بتفتحوا فيه السياره وبتسكروها، ومن جوا فيها مفتاح خاص لها، الومنيوم بادلز اكيد لتحت، رير كام هلا رح نشوفه من ورا، وكروز كنترول. هدول المزايا يلي بقلب السياره. رح ننتقل اكيد ونشوف سياره من كل المطارح، وبذكركم انه فيكم تزوروا الشورومز تبع ان ام سي اللي هن الوكلاء الحصريه تبع ميتسوبيشي بلبنان، حوالي كل لبنان تقريبا، بالحزميه، طريق الشام، بالزلقه، صيدا، سور وجميزه. وهالسياره عليها وارنتي 3 سنين او على 60,000 كيلومتر، اكيد بتنقوا الديل تبعكم مع الشوروم اللي بتروحوا عليه. وبدي اذكركم بالهوت لاين كمان 05 0595 817. سيارة كتير حلوة من ناحية الشكل أكيد، ومن ناحية كمان البرفورمنس تبعها. كمان إذا بدي زيد شغلة كتير مهمة على السيارة، إنه حسب الريفيوز للأشخاص يشتروها، تونيو دو روت أو إذا فينا نقول الدرايفنج تبعها سلس كتير، بيقولوا من جوا إتس فيري كوايت كابن، مريح لكل الأشخاص، إتس فاملي كار مثل ما كنت عم بقول لكم إياها، وبنفس الوقت إتس نوت فاملي كار، إتس سبورتس كار، فأكيد فيكم لكل الأشخاص بالعائلة فيهم يسوقوها بطريقة كتير سهلة. والشكل تبعها ما تغير من 2008 إلا مع بعض التعديلات أكيد، لأنه شكلها كان من أحلى السيارات تقريبا بتشوفوها على الطرقات، وبتلفت النظر وين ما بتروحوا. لأن السيارة أكيد ونشوف الرير فيو تبعها، وبدي أقول لكم إنه سعرها 29,900 all included، يعني on the road price، يعني وقت بتاخذوها وتطلعوا فيها من عند الديلر تبعكم أكيد بتكونوا عم تستفيدوا من السيارة ب 29,900، مثل ما قلت لكم 3 years warranty أو 60,000 كيلومتر. وبذكركم إنه بحزمية طريق الشام، زلقة، صيدا، سور وجميزة، فيكم تلاقوا شورومز تبع اللانسر جي تي. رح اترككم مع بالرير فيو اكيد مع الرير كاميرا اللي كنا عم نشوفها هون، بنترك السياره عم تبرم اكيد وتستمتعوا فيها، وتستمتعوا اكيد بميتسوبيشي ويك كل هالاسبوع من اوتو فوكس. لكم باي.